أستاذ الدكتور سالم سيبي رئيس جامعة القدس، السيد هانس جاكوب ممثل حكومة النرويج، السيد ستين، السيدة المحامية ليات سيبي، الإخوة والأخوات الحضور، كل ما حضر القاب المسميات، نرحب بكم اليوم في مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس في حفل افتتاح برنامج الأرشيف الإلكتروني لملفات الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال. هذا البرنامج والممول من قبل الحكومة النرويجية عبر ممثليتها لدى دولة فلسطين، والذي جاء تطبيقا للفكرة الخلاقة والإبداعية من محامية ليات سيبي، والذي أشرف على تنفيذه مركز أبو جهاد عبر حاضنته جامعة القدس. نفتتح حفلنا اليوم بكلمة الجهة المنفذة للمشروع، كلمة الدكتور فهد أبو الحاج مدير عام مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس، فليتفضل مشكورا. صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم باسم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سالي نسيبة وموظفين وكوادر الجامعة وموظفين بمركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس. نرحب باسمكم كلياتكم بالضيوف الكرام على الشمال وعلى الجنوب، السيد ستين سبارتن والسيد جان هانس جاكوب والسيدة ليات سيبي التي قامت مشكورة بإرفاد مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس بالكنز الثقافي والأدبي والأخلاقي للشعب الفلسطيني اللي كان موجود لديها وتم تسليمه للأرشيف الوطني الفلسطيني في مركز أبو جهاد. فمنكم كلياتكم يا أخ سامر وأخ حسن وأخ أبو علاء والجميع، بنحيي الأخت المناضلة ليات سيبي اللي إلها بصمات كثيرة 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 جدا على كل واحد فينا من الموجودين في القاعة. مركز أبو جهاد لشؤون الحركة الأسيرة في جامعة القدس أخذ على عاتقه توثيق ما جرى وما يجري في السجون والمعتقلات الإسرائيلية من عام 1917 إلى يومنا هذا. وعندما نتحدث من عام 1917 لعام 1948 مر الشعب الفلسطيني في ظروف صعبة وسيئة جدا من أجل تمرير المشروع الصهيوني على فلسطين، حتى لو وجدوا أي فشج مدري عند أي فلسطيني كانت توديه إلى حبل المشنقة أو إلى الزنازين التي كانت تعرف آنذاك بالبيار. كان يتم التحقيق مع جدودنا ومع سيادنا بالبيار. فبالتالي هذه مرحلة مقيتة في تاريخ الشعب الفلسطيني، علينا أن نبرز هذا التاريخ الرائع في تاريخ شعبنا الفلسطيني وأيضاً تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة. أنتم تعلمون تماماً بأن المعتقلون الفلسطينيون يمثلون كل شرائح المجتمع الفلسطيني، فبالتالي هم جزء لا يتجزأ من الثورة الفلسطينية المعاصرة. فمن واجب مؤسساتنا الوطنية أن
تكون وتوثق هذا التاريخ. فبقرار من الأستاذ الدكتور سليم نسيبة رئيس جامعة القدس عام 1997، على الرغم كانت البدايات من عام 1987 قبل 10 سنوات عندما تم الإفراج، تم عملية التبادل ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير، وخرجت من السجن وتعرفت على الأستاذ الدكتور سليم نسيبة آنذاك، كان مدرسا في جامعة بيرزيت، وعندما حدثته عن ما يجري في هذه السجون والسرقة التي تقوم بها مصلحة السجون من الإنجازات الثقافية المبدعة لهؤلاء الأبطال داخل السجون وأخذها إلى مراكز أبحاثهم المتعددة، طلب مني أن أراسل السجون وأبدأ بعملية الجمع والتوثيق. وهذه الفترة مررنا بمرحلة صعبة جدا، كون الانتفاضة بدأت والوثائق موجودة وتم يمكن دفنها بالأرض حتى تم المحافظة عليها لهذا اليوم الذي نحتفي به في مركز أبو جهاد، الأرشيف الإلكتروني الرائع في تاريخ الشعب الفلسطيني. فبالتالي بدأنا هذا المشوار الطويل، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى المشارف. صحيح أنه كل ما جمعناه بالإضافة للمشروع النرويجي اللي بيتكون من 47,000 وثيقة مشكورين الشعب النرويجي حكوماً وشعباً، حكومةً وشعباً وملكاً، على هذا العطاء السخي اللي ما قصروش اتجاه قضيتنا وأبناء شعبنا الفلسطيني حتى وضعونا على جدول العلم والتطور في أن نوصل لهذه المكانة المحترمة حتى نحافظ على هذا الإرث النضالي العظيم للشعب الفلسطيني. وأقول للإخوان وللمجتمع الفلسطيني أزف إلهم البشرى بأنه سبق وتم الاجتماع مع دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ الدكتور رامي الحمد الله، وتم الموافقة بعد تقديم منا المشروع على تدريس مساك الحركة الأسيرة الفلسطينية في كل الجامعات الفلسطينية والمدارس الفلسطينية. وهذا إنجاز أنا بعتقد أنه إضافي للمكتبة الإلكترونية اللي راح كلياتكم تطلعوا عليها بعد بقليل إن شاء الله. ثالث شيء، أنا أزف لكم البشرى وهذا سبق إعلامي إلى تلفزيون فلسطين والموجودين من الوكالات بأنه بعد 20 يوم إن شاء الله سوف تكون أول جزء من الموسوعة الفلسطينية اللي بتحكي تجارب الأسرى الفلسطينيين والعرب والأسيرات الفلسطينيين بمتناول اليد. وهذا هو إنجاز ثاني لجامعة القدس التي تحمل القدس التي تتعرض اليوم إلى أبشع هجمة عدوانية عرفها التاريخ بالاستيطان الغاشم من هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل. ونقول لهم المقدسيين صامدين، فجامعة القدس هي الدرع الواقي أمام هذا أمام إطلاق النار الموجود حاليا لتهويد قدسنا البطل. أقول بأنه المشروع اللي نحن مجتمعين بصدده هو ملفات الأسرى. ملفات الأسرى أنتم تعلمون تماما بأنها كانت مبعثرة موجودة عند كل محامي شوية،
فمركز أبو جهاد استطاع من خلال المبادر الخلاق ومن خلال أختنا العزيزة واللي إحنا بنحبها كلنا لأجسامي اللي زودتنا بالرافد الأول ب3000 ملف، بالإضافة لكثير من الهدم للبيوت، من الاستيطان، من أمور كثيرة متعددة. فتنقلنا بين المحامي والمحامي، وبجهد كبير واستطعنا جمع عدد لا بأس به من هذه الملفات، وتم العمل على عقد اتفاقيات مع المؤسسات المختلفة التي تعمل بهذا الحقل، وأولها نادي الأسير الفلسطيني. وبهذه المناسبة أشكر نادي الأسير الفلسطيني اللي فعلاً تم تتويج هذه الاتفاقية، والآن نحن قد استلمنا منه لحدية الآن حوالي 12,000 وثيقة، هذا غير المشهور، بالإضافة لوزارة الأسرة. وبالمناسبة كمان أشكر الأخ عيسى كراكع على تجاوبه معنا، ووضع مركز أبو جهاد هو الأساس في العمل الإرشيفي وعمل التوثيقي ومركزية العمل في هذا الحقل. وهذا كمان بيوصلني إلى حريات، إلى مركز حريات ومركز الضمير، وأيضا حقوق الإنسان، الحق، مؤسسة الحق. كل الشكر لكل الواقفين إلى جانب مركز أبو جهاد، حتى كان هو الأساس في توثيق وتدوين هذه التجربة الرائعة في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة. فهذا فعلاً اليوم بتسجلوا أنتوا كلكم في جامعة القدس، جامعة التميز والإبداع، الذي نحن جميعاً نفخر بهذا الصرح التاريخي العظيم للشعب الفلسطيني، بأنه فعلاً استطاع مركز أبو جهاد ومن خلال مرجعيتنا الأساسية الأستاذ الدكتور سالي نسيبة أن نسطر الكثير الكثير من النجاحات المحترمة في هذا التاريخ. أنا يعني شكرت الحكومة النرويجية، وأقول مرة ثانية بأشكر الوفد النرويجي في هذا المقام اللي فعلا وقف في قضايا شعبنا الفلسطيني، وأقول له بأنه أنتوا لما تبنيتوا هذا المشروع تبنيتوا الشعب الفلسطيني كله، لأنه هذا المشروع بيمثل 800,000 معتقل فلسطيني دخل السجون وخرج من السجون. فأنت لما تيجي تعمل على القياس وعدد السكان توجد أن ثلث الشعب الفلسطيني هو دخل السجون وخرج من السجون. فبالتالي الحكومة النرويجية شعباً وحكومة ومملكة تبنت الشعب الفلسطيني بهذا المشروع، مشكوراً. أما ما يخص السيدة لأبسامي، لأبسامي قد ما نحكي عنها مش رح نقضيها، ولكن يا إخوتي يا أعزائي، قبل شهر ونص شهرين جاء علي أخوي أبو رامي جبريل الجوب، الأخ جبريل الجوب، وقال لي بأنه في هنالك وثيقة ضاعت من عام 1980، أخرجنا وثيقتين، الوثيقة الأولى راحت على بيروت لماجد أبو شرار، والوثيقة الثانية جاءت لفيصل الحسيني رحمه الله، ولحديت الآن الوثيقة ضايعة وأنا مش عارف وين هي. وهو يحكي بألم شديد بأنه مش ممكن
لو اجتمعت اللجنة النضالية العامة اللي كانت موجودة في سجن نفحة آنذاك عام 1980 لا تستطيع أن تكتب ما كتبته عام 1980. فبالتالي كانت الحكومة اليمنية آنذاك المتطرفة في إسرائيل شكلت لجنة سموها لجنة إيتان. وكانت هذه اللجنة قد أخذت المعلومات الخاطئة والمقلوبة وبدها تسوقها للعالم. فهذه المخطوطة جاءت من اللجنة النضالية وكان الأخ جبريل رجوب هو الأساس إبها. فأنا طلبت من الموظفة السيدة مريم حماد، كانت هي موجودة في المكتبة، فطلبت منها نبحة تتحدث لو سمحتي إذا موجودة في المكتبة، لأنه إحنا مش متأكدين كمان، لأنه إحنا في عنا أعداد كثيرة من الوثائق. فراحت لم تستغرق 5 دقائق، فقط 3 دقائق، فجاءت الوثيقة وجاءت. فأنا كتبت للأخ أبو رامي، قلت له تفضل يا أخ أبو رامي، فكيف محب لك محبه؟ كيف أم مشتاقة لابنها؟ بالضبط شعرت في عينيه أبو رامي كديش كان محرور على إنه هذه الوثيقة كيف وجدها في خلال 3 دقائق كلها ضائعة 33 عام. فكانت دغدغة جوابه لأبو رامي، وفعلا بعد ذلك أخذها وتم إرجاع النسخة الأصلية وهو أرسلها دفعها للطباعة، وفعلا تمت طباعتها وأرصد ريعها لمركز أبو جهاد. فأنا بدي أقول لكم ما هي لئة سامن في الإضراب التاريخي اللي وثقوه عام 1980 الأسرى، مش معنا في الحد، والله ما أنا بالحق بدي أحكي عن لئة سامن قد ما بحكي ما بقدر أنا أعطيها جزاء، لأنه هي بال 79 بال 78 اللي أنقذت قرنا من الهدم، أنا وعمر البرغوثي ونائل وفخري أنقذت بيوتنا من الهدم بالإضافة لها. ولكن أنا بدي أقرأ لكم شو أحكوا عنها المعتقلين الفلسطينيين داخل سجن نفحة عام 1980، مش عام 2014، عام 1980. أنت بتحكي عن قبل 33 عام، بعد ما تم نقل 20 مناضل من سجن نفحة لسجن متسعار، طبعا تلقوا العذاب في هذه الليلة. الساعة 10 صباحا حضرت السجن المحامية لأنت سيمل التي علمت بطريقة أو بأخرى أن بعض موكليها قد نقلوا من نفحة إلى بيت متسعار. طلبت مقابلة أحدهم الذي سرد لها أحداث الليلة السابقة وأبلغها بوجود بعض المجرمين في حالة خطيرة وأن بعضهم لا يستطيع التنفس فضلاً عن خروج الدم من المخاط الذي يرافقه السعال. وبفضل تجربتها الراهفة ومعرفتها بحادثة سابقة جرت مع أحد المضربين في عسقلان سنة عام 1966، أدركت ليئة بأن ذلك يعني دخول مادة غريبة إلى رئتي المضربين. طلبت بسرعة مقابلة الشهيد علي الجعفري رحمه الله والمناضل إسحاق مراغة رحمه الله، اللذين لم يستطيعا أن يقولا لها أكثر من أنهم ضربا بوحشية في الليلة السابقة وأنهما لا يستطيعان التنفس. وبعينها رأت السيدة ليئة أثار الضرب المبرح على أجسادهم وخرجت راكضة صارخة إلى غرفة مدير السجن للاحتجاج إليه على ما جرى لموكليها ومناشدة إياه العمل على نقل هذين الاثنين
للمستشفى لإنقاذهما، وكما هو متوقع حاول تمطنتها بمسمع رضا رسمها على شفتيه واعدا إياها بعرضهما على الطبيب. عادت ليئت سابل وطلبت مقابلة 4 آخرين من موكليها الذين قصوا عليها موجزا لما جرى ضدهم من عنف، وعرضوا عليها أجسادهم المليئة باللكمات والأورام. وقد قامت السيدة ليئت سابل بكتابة كل ما رأت وسمعت، ثم أسرعت لمغادرة السجن لتروي للعالم أجمع من خلال مؤتمر صحفي عقدته في القدس حول ما شاهدت وما سمعت ظلم السجن والسجان، كما قامت بتوجيه البرقيات الاحتجاجية لوزير الداخلية ومدير مصلحة السجون الإسرائيلية والقسم الطبي في السجون، وطالبت بالعمل من أجل وقف جريمة ضرب المجرمين بعد أن علمت بتهديد المدير بأن مجزرة الليلة الماضية ستظل تتكرر إلى أن يوقف المجرمين إضرابهم، كما وطالبت بالتدخل بمعالجة الشهيد علي الجعفري والمناضل إسحاق مراغة الذين شاهدت حالتهما بأم عينهما. أما الشهيد راسم حلاوة فأنها لم تستطيع مقابلته لأنه ليس من موكليها، ولم تعرف بالتالي أن حالته خطيرة وأنه عاجز عن التنفس بشكل عادي. وللأمانة والتاريخ هذا قول المساجين المعتقلين عام 1980 يقولون، وللأمانة والتاريخ يسجل إنه لولا قدوم المحامية المناضلة ليئت سابل وإطلاعها على ما جرى وتصرفها السريع لارتفع عدد الضحايا بأضعاف وأضعاف. هؤلاء المناضلين كل الاحترام لليئت سابل. هذه ليئت سابل المناضلة البقرة، لو كرمناها وكرمنا الورد النرويجي ومن ثم بدأنا بالحفل سيكون كثير ممتاز. فتفضل يا دكتور سري لو سمحت، بدك نكرم الورد النرويجي شكرا دكتور فهد الحاج مدير عام مركز ابو جهاد. نرحب بالدكتور عماد ابو كشك والدكتور حنا عبد النور والدكتور محمد الدجاني وكل الضيوف الكرام الذين انضموا الينا. هذا الإنجاز الذي وصلنا له اليوم ما كان ليكون لولا الدعم السخي من قبل الحكومة النرويجية، والتي نوجه لها ولشعب النرويج الصديق كل الشكر والامتنان على هذا الدعم. والآن مع كلمة مستر ستين تورغرس بارتن Head of Development Cooperation Norway Ministry of Foreign Affairs. Today to attend the inauguration of the legal database. السادة الحضور، سيدات السادة، إنه شرف كبير لي اليوم أن أكون معكم في تكشيف هذا المركز. As you know, Norway has supported the struggle to reach the two-state solution for a long time. حسب ما أنتم تعرفوا إنه النرويج تدعم حل الدولتين ونضغط بشكل قوي إلى Two states to live in peace and security together. An important part of this work has been to assist the Palestinians in building their state. جزء من دور النرويج هي تساعد الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية لإقامة الدولة.
its institutions and its democracy. The Norwegian government continues to be committed to this goal. One focus in our work has been and is Palestinian heritage and history. Any independent nation must have knowledge of its own history. It is therefore a great pleasure for me to see that this legal archive now is inaugurated. The files here will be an important source of information on your near history and your efforts to achieve the independent state. The preservation of legal cases in the Israeli courts will provide an opportunity to local and international researchers, students, law schools, and human rights activists to benefit from the documentation. فرصة للباحثين وطلبة في كافة كليات القانون ولكافة الخبراء أو الباحثين الصحفيين المحليين والدوليين لا يقدروا يكتبوا عنهم ويعملوا أبحاثهم. It will help preserving Palestinian memory. راح تساعد على حماية الذاكرة الفلسطينية. And it would help protecting people's legal and human rights in the future. I would like to thank Liat and Samuel for providing the basis for this database. And I would like to thank Odd-Karsten Tveit for pushing the idea. I would like to congratulate you all for the development and establishment of a Center of Excellence in Legal Services and also commend all the efforts that led to these achievements. بشكركم كلكم على جهدكم في مشاركتكم لهذا المشروع وأيضا بهنيكم هذا في هذا اليوم على إنشاء هذا المركز المتميز اللي راح يكون في بعثة قضية الأسرى كقضية أولوية الفلسطينية. Thank you very much. شكرا جزيلا. Thank you, Mr. Hans Jack. بنرحب بالدكتورة كروز دجاني والحضور الكريم اللي ما زال بيشرفنا. الآن صاحبة الباع الطويل والمشوار المديد، الأم والأخت والصديقة لآلاف الأسرى عبر عشرات السنين، صاحبة الفكرة الإبداعية والخلاقة التي لولاها لبقيت الفكرة طي الغيب. والآن مع كلمة المحامية ليات سيبل، بتفضل. مشكور. I have a very deep sense of history in building, in creation.
أنا عندي جزء موجود في داخلي من حيث الإبداع ومن حيث البناء. And I never throw a paper. Paper is holy. Files of prisoners are holy. The confessions they made are holy. Everything is being kept for years. With a dream that someday I will do something with it. وفي هذاك الوقت كان جزء في داخلي بحكي إنه لازم أحفظ كل هذه المعلومات سواء في عقلي سواء عن طريق الورق سواء بأي طريقة كانت ممكنة لا يمكن إن أستخدمها في المستقبل. And you know the struggle is not only in general. It's made out of small bricks that are that build the wall. فالنضال عادة هو عبارة عن أجزاء بسيطة ممكن إنه نحطها ك تركيب في تركيبة معينة نقدر نبني جدار في النهاية أو نقدر نبني بالنهاية قضية معينة. So I always believe that these small files of students in Gazette who are on strike or detained or in a demonstration or people who exploded or tried to explode or even more severe operations or a house demolition, everything should be kept. ففي هذاك الوقت كان إحساس داخلي موجود إنه لازم أحافظ على هذا الثقافة وهذا التاريخ للأسرى الفلسطينيين أو سواء قضايا أخرى مثل قضايا الهجم أو قضايا سياسية أخرى. كان جزء دائما داخلي بشد علي إنه لازم أحفظ مثل هذه المعلومات وهذه الوثائق بأي طريقة كانت ممكنة اللي يمكن في المستقبل إنه نقدر نستعملها بطريقة ما. And I think that my attitude became even stronger since I realized that the Israeli policy is to erase the Palestinian history, the Palestinian memory. وإحساسي صار أقوى وتصرفاتي صارت جهورة أكثر بهذاك الوقت لأنه نتيجة السياسة الممنهجة الإسرائيلية لمحو الثقافة الفلسطينية بشكل دائم اللي عم تنتهجها. And I remember when, I don't remember what year it was, when the Israelis raided in Beirut and took the Palestinian archives. حسب ما بتذكر في كان في الاجتياح الإسرائيلي لبيروت الشيء اللي سووه الإسرائيليين هم محو الذاكرة الفلسطينية هناك ومحو الأرشيف الفلسطيني. And I said, okay, at least I can keep whatever I can. وبهذاك الوقت حكيت اوكي انا راح احافظ على الشيء اللي انا بقدر احافظ عليه والشيء اللي بكون ما بين يدي. And then one day I visited this beautiful university and I was brought to this museum. في احدى الايام انا زرت قمت بزياره هذه الجامعه الجميله وجزء من الزياره انهم جابوني على هذا المركز. And I was very impressed. كنت كثير فخوره. And then I thought about some kind of a combination. ففكرت في إشي ممكن يكون مشترك. But it was only a dream until Mr. Kristen came. He's a journalist and he wanted some material on South Lebanon. بس كانت هذه الأشياء مجرد أوهام أو أحلام لحد ما إجا الأستاذ الصحفي قد وتحدثت أنا وياه بعد ما إجا من بيروت. And I had it. I know where the archive is. It's so clear in the office. So at last we just went and took all the bags of papers and showed him. And he said, he claimed it will be a good contribution to his work. فبعد النقاش مع السيد قطع هذا الموضوع رجعنا على المكتب وحطيت في ملفاتي وحكينا انه يمكن انه يكون شيء كثير منيح انه نجمع كل هذه الاوراق اللي موجوده في المكتب. He really brought the idea to make this combination. ولنقلها على هذا المركز فكان هو جزء من صانع هذه الفكره انه ننشئ هذا المركز ونحط كل المعلومات ونعمل هذا الارشيف بهذه الطريقه. The real blame, put the real blame on him. فأي جزء من الإلامة راح تكون عليه هو مش علي أنا. And I want to say I hope these files and other files to come will be the basic of students' works and the archive work about the history of the Palestinian struggle to get independence.
وأنا بتمنى أن يكون هذا المركز وكافة الوثائق اللي موجودة بداخله هي مواد أساسية لأي للأبحاث الفلسطينية لطلبة كليات القانون، تكون كمرجعية أساسية لهم في أي أبحاث مستقبلية، وتكون أيضا تساهم بجزء من بناء الدولة أيضا الفلسطينية. It does not talk only about the tortures and about the house demolition, collective punishment and the deportation. هذه الوثائق لا تتحدث فقط عن التجارب الفلسطينية، تجارب الأسرى المريرة سواء في التعذيب أو عن قصة هدم المنازل أو إبعاد. It talks mainly about the human aspect of this struggle, about each and every individual that is behind it, and this is how you build the state. Thank you. هذه الوثائق بتحكي عن قيمة الإنسان نفسه، بتحكي عن المفاهيم الرئيسية لحماية الإنسان وحقوقه اللي بتشكل جوهر أي قضية إنسانية. شكرا. نشكر المحامية تقدم إليها سامر، والآن مع كلمة الأستاذ راشد جراعي مدير المشروع في الإطلاق. شكرا. الحقيقة إنه ظاهرة الأثر في التاريخ الفلسطيني هي مرتبطة بكفاح الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة، ولذلك فإن توثيق تجربة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هي توثيق لجزء من تاريخ النضال وتاريخ الكفاح الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال. الحقيقة أن هذه الفكرة الإبداعية من الأخ فهد ومن الدكتور سري في بداية هذا المشروع، في بداية مشروع إقامة مركز لتوثيق تجربة الحركة الأسيرة، هي فكرة كانت رائدة وفكرة خلاقة اللي انبنى عليها كل هذا الصرح وكل محتوى وكل ما يتطور عنه. الأخ أبو باسل يعني حكى باستفاضة عن هذا التاريخ ولا أريد أن أكرر، وسأتحدث عن المشروع اللي بدأناه قبل سنتين وهو توثيق ملفات الأسرى في السجون أو أمام المحاكم الإسرائيلية، وأقصد طبعا الأسرى السياسيين اللي حوكموا في المحاكم العسكرية الإسرائيلية. هذا المشروع الحقيقة وضعنا من خلاله أساس لبناء بنك معلومات لقضية الأسرى، اللي سيكون هذا المركز وسيكون هذا المشروع اللي هو مشروع توثيق الملفات الأسرى أمام المحاكم الإسرائيلية، سيكون نواة مركز أبحاث متقدم للباحثين المحليين وللباحثين العالميين، وبالإضافة إلى المحامين اللي راح يستفيدوا من هذه الملفات، خاصة وإنه إحنا قمنا بترجمة والاحتفاظ بكل الأوامر العسكرية التي قامت بإصدارها السلطات العسكرية، سلطات الاحتلال الإسرائيلي،
وبالتالي هذا المرجع بالإضافة إلى الملفات الأسرى ستشكل قاعدة هامة لمركز الأبحاث. طبعا زي ما نعرف إنه الفكرة الخلاقة من الأستاذة ليات سيبل، وعرفنا أيضا إنه دور الصحفي النرويجي كريستي في بداية هذه الفكرة. وطبعا احنا كجهة منفذة قمنا بإحضار هذه الملفات وقمنا بعملية تصنيف لها وإعطاها كود معين، وقمنا باستخراج المادة اللي قررنا أن تكون مترجمة من اللغة العبرية إلى اللغة العربية، وقمنا بترجمتها عبر حوالي 20 مترجم اشتغلوا لمدة السنتين على ترجمة قرارات المحاكم وعلى ترجمة لوائح الاتهام في هذه الملفات، زائد انه احنا قمنا بانشاء قاعدة معلومات وتم ربط هذه المعلومات بالملفات الورقية الموجودة في المركز والمصنفة. وهذه القاعدة اللي اليوم راح نشوف عرض لها، بعد شوي راح نشوف عرض لكيفية البحث في هذه القاعدة وكيفية وصول الباحث إلى المعلومة التي يريدها. وأيضا في هناك آفاق لتطوير هذه القاعدة، بحيث أنه لأنه القاعدة الآن فقط باللغة العربية واللغة العبرية، نريد في المرحلة القادمة إدخال اللغة الإنجليزية حتى تكون متاحة أيضا للباحثين المتحدثين باللغة الإنجليزية. يعني هذا الجهد الحقيقة جهد جماعي، وأنا بشكر بشكر الممولين الحكومة النرويجية، وبشكر ليات سيبل، وبشكر كل الطاقم اللي عملنا مع بعض في الاي تي في دائرة المعلومات في الجامعة مركز سعيد فوري، والطاقم اللي عمل معنا في إنجاز هذه المهمة وهذا المشروع، واللي تم تقييمه من قبل جهة خارجية، والتي أوصت هذه الجهة باستمرارية هذا المشروع وتطويره، وكان تقييم إيجابي، وبعثنا نسخة من هذا التقييم إلى الممولين. والحقيقة كانت تجربة ناجحة في تقديري، وتجربة تعاون خلاقة ما بين جهات مختلفة من الممولين والأستاذ ليئة والآي تي سنتر وموظفين المركز والمحامين اللي اشتغلوا معنا والمترجمين والمدققين وكل الطاقم اللي عمل. أنا بشكرهم جزيل الشكر، لأنه كل واحد فيهم قدم الجهد اللي مطلوب منه بكل أمانة وكل إخلاص، إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة الناجحة. بشكر في ختام كلمتي
بشكر الممولين وبتأمل إنه يستمر التعاون بيننا وبينهم من أجل الحفاظ على هذه الذاكرة وهذا التاريخ الفلسطيني الهام، وأيضا في استمرار العلاقة الإنسانية والعلاقة الصداقة ما بين الشعب الفلسطيني وما بين الشعب النرويجي اللي يمثله السيد هانس جاكوب والسيد ستين وكل الطاقم العامل في الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية، وشكرا جزيلا لكم على كل شكرا. أستاذ رامي رايل مدير المشروع. الشكر الجزيل للأخوات والأخوة أعضاء اللجنة الاستشارية للمشروع والذين واكبوا معنا مشوار المشروع وصولا إلى إتمامه بأفضل صورة، والشكر موصول للأعضاء الحضور منهم الدكتورة نجاح دقماق أستاذة القانون في كلية الحقوق والدكتور مشهور الحبازي عميد كلية الآداب والأستاذ إياس صباغ محامي وزارة الأسرة والدكتور علي أبو كف أستاذ القانون في جامعة القدس. والآن ندعو الدكتور أستاذ الدكتور سالم سيبل والدكتور عماد أبو كش والأخ محمد أبو علاء منصور والدكتور خلود الدجاني وسامر الدكتور سامر الشيوخي لتكريم الوفد وتكريم مولين مستر ستين تركس غردك هذا كتبتي دكتور سامر موجود يا أخوان مستر يحمل على الهواء الثاني كان فرحنا شكرا للجميع شكرا على هذا. والآن راح يكون في عندنا شرح من قبل الزملاء للبرنامج أرشيف الأسرى للشرح ولتقديم فكرة عن برنامج وآلية عمله للباحثين والطلاب. وتفضلوا